صارت ذبحة شويري منيع بالنوبان شويري، والشاهد على اسمه هو قول مبريسة بيناوي نوتن اللي صاحت وزقت لها صوات هيفة تراها العام لقت قطينة على شجاع الراح منا للموات منيع بالنوبان هم خابرينه. ومنيع شويري من شجعان شمر وهو شاب ما تزوج، وهيفة أمه وقع أسير عند ولد سليمان شخام العواجين، وقرروا انهم يذبحون شويه. افطلب منهم يمهلونه في يرق الرجم، رق الرجم وبدا يصوت وينخم، وين شمر وين الفلان وين الفلان، واخر من نخم من شمر عبده على الصوت التالي. ثم نزل وذبحوه، وتاصل اخباره شمر اللي بنجد واللي بالجزيره بالعراق، ويقرر هيثم القعيط وجماعته انهم يغزون العواجيه وياخذون بثاره شويه، ويمشون من جزيرة العراق 50 خيال والزماميل حول 70 رجال. الزماميل هم اللي معهم الذهاب والماء وعلي الجرخين على بعري. ويوم قربوا المسان العواجية بمطيرقة غرب موقف، ويشوفهم واحد سويدي خواله العواجية، ويروح الخواله ينذرها هلي هلو سموا بنذره، ويركبون العواجية ويروحون المفال البعري ويكمنون. يوم جاء الصبح ويغيرون شمر على البن ويطلعون عليهم عنزه وتصير المعركة، واختلفوا الناس بوصف سير المعركة. القول الأول يقولون إن هيثم القعيط قايل لربعه إننا نبي نطرد لهم يما نجي زبار وريج ونرد عليهم، وسووا مثل ما قالنا وردوا عليهم والحقوا عقاب عند الأبرق. الحقوا هالقعيط وواحد شاب من عبده اسمه سرحان. يوم عجزت فرس القعيط لا تلحق فلحة فرس عقاب، وكمي القعيط ينخى ونسي اسم سرحان، قال تكفى يا اسمي يدي، قال هذه سيدتك يا طويل العمر، قال القعيط سيدتنا وحدي، واجدعوا عقاب وذبحوه ذبح شاهد. الشاهد قولهم بيريتسة بيناو فوات قبل مدورين الجمالات، يليت عقال العرب حاضرين مدورين الجمالات الرجال اللي يقول الواحد منهم بوجهي يصير منع القتل. وبنفس الوقت اللي ذبح بو عقاب ذبح بو حجاب على يد اخو سرحان، هل الا من هذا؟ قالوا حظ العبادات من شمر. وام القول الثاني يقولون يوم جاء الصبح وجمه وشمر على البن ويطلع لهم الكمين وتصير المعركة وينهزمون شمر ويستولون عنزه على الزماميل وزمله ويقعدون يقسمون الغنائم، ولا يلحق القعيط وربعه الا 3 عقاب وحجاب والمرجع. يوم وصل القعيط زبار وريج ويلتفت ثمار ما وراه إلا هالثلاث، وينخ ربعه ويردون عليهم وينهزم عقاب وأخوه والمرتعد، ويلحقونهم عند الأبرد ويذبحونهم ودفنوا عند الأبرد، وسمي الأبرد باسمه أبرق الشيوخ. هذا القول الثاني وهو الأرجح. واللي رجح القول الأول، هناك سؤال يطرح نفسه، وشلون استطاع أول عنوز أسر الزماميل وخذ زمله اللي عقبه ذبحهم ضبيب العواج؟ الشاهد قول رشيد بن طوعان يوم يقول عود غزى بس الزماميل والخيل، يدور صيداته بغرات الأجناد، بول شبابه عذب الكنس الحين وخبط بيمناه.